أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما الرد على ما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر، هذا من صلاحية ولي الأمر أنه يكون جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا على القتال وعلى الجهاد، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع، من أراد بلادهم أو غزا بلادهم فإنهم يقاتلونه دفاعا عن حرماتهم، وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب، ما هو قتال دفاع فقط، قتال طلب لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد أن الجهاد يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة، هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، يكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه كما جرب هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء. لازم توحد القيادة، قيادة الجهاد لازم توحد تحت راية واحدة لإشراف ولي أمر المسلمين